يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا دخل في المصعد يذكر دعاء الركوع، وإذا ارتفع كبر، وإذا انخفض سبح، فهل هذا الفعل صحيح؟ أما إنه إذا ارتفع كبر وإذا انخفض سبح هذا صحيح، أما الاتيان بدعاء دعاء الركوع لا. هذا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، هذا خاص بالمراكب البرية والبحرية، السير، مراكب السير السفر. نعم. وإذا كان الشيخ في المصعد أه؟ إذا كان في المصعد وصاعد إلى فوق يكبر، إذا كان في المصعد إذا كبر طيب، لأن التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول. نعم.